يا سلام، البحر قاعد النهارده بشكل بس زحمه شويه. اتفضلي. الله، المايه جميله بشكل. هل عايز المايا؟ سالم طبعا. لاني انا اتمرنت امبارح كفايه. لا ما هو لا يا ننزل كلنا يا نعيش كلنا. بلاش دلع الله. انت هتنزلي يا ديدي؟ لا انا ما عملتش حسابي. يبقى باش احنا ننزل ونبقى انانيين يا حبيبتي. يعني عايز ننزل ميه لوحدي؟ امال مين هيعلمني لو انطحت؟ تعالى تعالى تعالى. انا ماليش دعوه. شوف بقى سالم لما يستعبط. ايوه هو في الاستعباط مفيش كده. هي دي بقى السباحة؟ أول درس في السباحة الاستغاثة. يلا بقى اتفوضي. بلاش هزار يا سالم، أنا عايزة أتعلم بجد دلوقتي. إيه؟ أنت يا سالم رايحين فين؟ محدش ينزل دلوقتي. ليه بقى؟ تعالي. أيوه ليه ليه ليه؟ لازم ممنوع، ضروري ممنوع لأقل من 16 سنة. أيوه ممنوع، فاهم؟ يلا تعوي يا حسن عادل ما يعرفش الهزار. أيوه لازم الأول تنضموا للرقصة بتاعتنا وبعدين ننزل الميه كلنا مع بعض. اوي 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 اوي. يلا يلا قدام. يلا يلا يا جماعه يلا نرقص. ايه هنرقص ايه؟ ميس حي جاي. هنمشي شغل بقى. 10 غلبي. حي جاي نرقص. حي جاي لي واحده ونص. جبهة تانية. يعني ايه؟ يعني انا حرايب هنا وانت تروح تلاقي مشتبه فيها في اللوكامبا. ايه صح. جاهي ومالي وقدر العالي ميز وهنايا وراحة بالي. جاهي ومالي وقدر العالي ميز وهنايا وراحة بالي. والويايا استنوا معايا. والويايا استنوا معايا. واللي يقول لك ليه؟ عم البيت والهيب. واللي يقول لك ليه؟ عم البيت والهيب. شافكوا صعبتوا عليه بكوا وتأثر راح مديلكوا ربع جنيه. هي هي هي.